مساء الخير واهلا بيكم، حلقه جديده مع شبان على تلفزيون اليوم السابع. الكورونا خد بالكم راجعه بقوه. انا كنت قاعد مع دكتور امبارح وقاعد يكلمني على كورونا ويقول لي ان كورونا خد بالك ما بقتش بس مجرد مرض تنفسي في الجهاز التنفسي اللي هو تحس بضيق تنفس وممكن يبقى شويه الرئه ما اعرفش ايه ويجي لك شويه رشح او تسخن او اسهال او لا، دلوقتي بقت الاعراض زادت كتير جدا لدرجه انها صنفت انها احد امراض الدم. يعني طبعا احنا مش فاهمين حاجه، احنا مش بتوع طب يعني، لكن يعني ايه قال لك انها بتعمل جلطات في اماكن متفرقه من الجسم، ممكن تعمل طفح جلدي دلوقتي، ممكن تعمل معرفش ايه في المعده، ممكن تعمل معرفش ايه في الامعاء، ممكن تعمل ايه في الرئه، حاجه بقت عجيبه جدا. الكلام ده يخلينا كلنا دايما نحرص على نفسنا ونبقى دايما الاجراءات الاحترازيه واخدين بالنا منها ولابسين الكمامه بتاعتنا والكحولات وغسيل الايد والتباعد الاجتماعي وكل الكلام اللطيف الظريف اللي بناخده دلوقتي بتهريج. يعني الناس بتتعامل مع الكورونا مش واخده بالها انها بتزيد فعلا. يعني النهارده بدات مصر تقترب من رقم 400 في العدد الثاني بعد ما نزلنا لاقل من 100 الفتره اللي فاتت، دلوقتي رجعنا تاني 400 ورجعت المستشفيات تاني تعمل اماكن عزل. يعني لازم ناخد بالنا كويس جدا. طب مين بيبقى يعني محافظ على نفسه اكتر من لعيب الكوره والبروفيشنال؟ عشان تعرفوا قد ايه المرض صعب. يعني في اكتر من يعني مش محمد صلاح هنقول احنا عندنا راح فرح راح بتاع، لا ده انت بتتكلم في نجوم عالم، هازارد وديبالا وكريستيانو رونالدو، نجوم كبيره جدا جالها هذا الفيروس اللعين. ضرب دلوقتي في الاهلي والزمالك، تخيلوا النهارده بيتردد في النادي الاهلي ان وليد سليمان جاله كورونا. يعني بجد بقت حاجه في اسماء اللعيبه. احنا كلنا قاعدين مستنيين مباراه القمه الاهلي والزمالك يوم الجمعه الجايه، وكلنا قاعدين نقول تشكيله الاهلي وتشكيله الزمالك والاساسيين هنا والاساسيين هنا، وامبارح موسيماني بيحسس على الفرقه بتاعته وباشيكو بيحسس على الفرقه بتاعته في الماتش بتاع كاس مصر، ده قدام ابو قير للاسمده وده قدام اف سي مصر وده اللي هو زد بعد كده، وده يعني قاعد يطمن على لعيبته في ماتشين بتوع توجو مع المنتخب، لا محمد هاني حصل له ايه، اصل زيزو جاله كدمه ايه، فكل الناس قاعده تحسس الحقيقه. وامبارح كان باين حتى في الماتشين بتوع الكاس يعني. لكن يبدو ان الكورونا بعيد عن الاحتكاكات والاصابات واصابات الملاعب وكل الكلام ده قررت انها تعمل حاجه مش عارف يعني، حتى الان لم يكتمل في ذهني الكورونا ناويه تعمل عندنا ايه. لكن وليد سليمان النهارده في الاهلي بيتردد ان هو في المسحه اللي اتعملت طلع ايجابي. يعني الاهلي ما قالش ده بشكل رسمي، يعني ما قالش ان وليد، بس قال لك ان كل اللعيبه سلبيه وبيعايزين يطمنوا على وليد سليمان فبيعملوا له مسحه ثانيه. الا بالكلام كده، بل كمان ايه انه ايمن اشرف، يتخيلوا ايمن اشرف ومدافع الاساسي والسرد باك الاساسي للنادي الاهلي هو ياسر ابراهيم. ياسر ابو ربيع راجع من اصابه ولعب الماتش بتاع اف سي مصر اللي هو امبارح في الكاس. فانت بتتكلم في اتنين، انت عارف الاهلي دلوقتي بقى عنده كام كورونا؟ انت بتتكلم كهربا لعيب اساسي ناحيه الشمال في النادي الاهلي، انت بتتكلم وليد سليمان لو صح، وليد سليمان وايمن اشرف كمان كم يتردد دلوقتي؟ يعني وانا داخل عليك وانا عمال اسمع جوه النادي الاهلي الكلام ده عمال يتردد، حاجه مفاجاه كبيره جدا. انت بتتكلم معاهم مين بقى؟ صالح جمعه، محمد شريف، احمد ياسر ريان كمان اصيبوا بكورونا. ففي فره داخله على النادي الاهلي، مع ان امبارح الاهلي قرر انه يبدا معسكر مغلق لا يقترب منه حتى الناموس، مش البشر، الناموس، ممنوع حد يقرب من المعسكر. لكن طبعا ده فيروس اولا قدر، ثانيا لعين، يعني ممكن تستنشقه، ممكن حد قدامك كده حد لمس حاجه انت بعدها بالصوت، يعني الله اعلم، يعني ده قدر يعني بيبقى منتظر كل واحد فينا. في الزمالك كمان كانت الكورونا ضربه في حازم امام، الحمد لله شوفي منها. في كلام على بن شرقي، تخيلوا بن شرقي، يعني سيبكم الاهلاوي والزملكاوي، يعني مفيش زملكاوي لا يستمتع بوليد سليمان وبكهربا وبايمن اشرف في الملعب، ومفيش اهلاوي لا يستمتع ببن شرقي في الزمالك. وخدوا بالكم كمان ايه، ده احنا لسه اليومين الجايين هنشوف، لانه الكورونا كمان ممكن تيجي وتبان في التحليل بعد 3 4 ايام. يعني احنا كنا بنشوف صور مثلا كوكا جاله كورونا مع المنتخب، كان ليه صور مثلا مع زيزو مع الشناوي مع ما اعرفش قفشه معاه، يعني في صور كانت كده. وبعدين كوكا اكتشفنا ان هو عنده كورونا،
ف يعني انا مش عايز اقول وكاني يعني بفول على الناس ولا بنبر عليهم، يعني ان شاء الله ربنا يكرمهم كلهم ويبقوا بصحه جيده، لكن الفيروس بيظهر بعد 3 4 5 ايام النتيجه بتظهر في التحليل اللي بيتعمل. فعشان كده الاهلي والزمالك هيقعدوا يعملوا تحليل يومي على اللعيبه بتاعتهم، والكاف قاعد يترقب. يعني الكاف النهارده لاول مره بيطلب تصريحات خاصه بالجمهور، يعني قال لك الجمهور بتاع النهائي دوري ابطال افريقيا هل هيشارك بجمهور، هيبقى تواجد جمهور يعني في المباراه يوم الجمعه الجاي، احنا عارفين المباراه الساعه 9، هل هيبقى فيها جمهور ولا لا؟ قال لك انه الاعلان الرسمي والنهائي هيكون يوم الاربعاء. الكاف ما عندوش مشكله، وبقول لك اتحاد الكوره بشكل يعني ايه ودي، اتحاد الكوره بلغ الجهات، لكن انت هل الافضل يتلعب بجمهور ولا لا؟ يعني السؤال، هل افضل لك دلوقتي انه الماتش يتلعب بالجمهور؟ هل هتقدر تاخد كل اجراءاتك الاحترازية وتحافظ على الجمهور؟ يعني اصابة واحد من 10,000 ممكن يحضروا هذه المباراة اهون، ولا مفيش حد يصاب مبقاش في جمهور؟ يعني لو حطينا 10,000 واحد بس اتصاب او اتنين او تلاتة، حد هيسامح نفسه؟ ده سؤال. يعني انا عايز اقول على حاجه، يعني درء المخاطر يقدم على جلب المنافع. يعني لما يكون عندك خطر انت حاسس بيه توقفه افضل من انك تقول بعديه هيجي لي منفعه، لانك توقف المخاطر افضل، الخطر توقفه احسن. لذلك الوقت كل الناس قاعده تدرس المساله دي، ويعني تدرسها بعنايه فائقه. والدراسه هنا مش ان الجنايني قاعد مع السيد وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي نعمل ايه يا سياده الوزير، لا، بتتكلم على دراسه فيها تنظيم، فيها تباعد شكله ايه، فيها وزاره الصحه بتبقى موجوده، فيها رئاسه الوزراء بتبقى موجوده، لانه صحه المواطن دي مهمه جدا، خد بالك جدا، لان البلد دي كلها قايمه على صحه البني ادم اساسا، وهي اللي بتعالجه. يعني لو اتصاب هي اللي معنيه بان هي تعالجه. لذلك الاساس ان الناس تبقى سليمه ومأمونة الحال في هذه المباراة. دخلنا في كيس تانية خالص الفترة الجاية، هنقعد نتكلم عن الكورونا بدل ما نتكلم عن موسيماني يلعب ازاي، هل يعتمد على مين، هل انت مش عارف هل وليد سليمان هيقدر، يعني كهربا النهاردة ايجابية لسه، واحنا النهاردة ايه ده، النهاردة الحد والماتش الجمعة، هيعملوا مسحة تاني بكرة ولا بعده، فلو حتى بقت سلبية خلال اليومين الجايين، طب هل هو هيلحق يتمرن اليومين ثلاثة اللي باقيينه لغاية الماتش ويجهز؟ يعني الحصص التدريبيه اللي بياخدها زمايله هل هو هيقدر يحصلها؟ فمساله الحقيقه يعني مهلكه ومرهقه للمدربين وللانديه وللاتحاد القاري لكل الناس الحقيقه. واحنا الفتره دي فيها اعاده انتشار الكورونا واعاده زي ما بيقولوا المرحله الثانيه من هذا الفيروس، وان شاء الله ربنا ينجينا، واتمنى انه تبقى في اضيق الحدود وانه كل الناس المصابين يشفوا، ونفسي المباراه تكون مكتمله، يعني الاهلي بيلعب بالفول تيم والزمالك بيلعب بالفول تيم، عشان نستمتع بالمباراه ونستمتع بفنيات المباراه وجمال المباراه. واحلى حاجه في المباراه ان الفريقين يكونوا في افضل حاله ليهم من الناحيه الفنيه ومن الناحيه النفسيه ومن ناحيه التركيز ومن ناحيه الجاهزيه وكل حاجه، لانه المباراه هتبقى ممتعه كده. كل الناس عايزين تتخيلوا ديربي الاهلي والزمالك بشكل عام، بعيد عن كونه هيحقق بطولة ولا لا، نسبة مشاهدة عاملة ازاي، والجمهور في الوطن العربي والعالم الافريقي القارة الافريقية، يعني مستوى العالم كله، يعني العرب او غير العرب، بيبصوا للقمة بتاعت الاهلي والزمالك ازاي، فما بالك كمان وهي هتحدد مين هيكون بطل اهم بطولة في الاندية على مستوى القارة الافريقية، وتالت اهم بطولة اندية في العالم بعد اوروبا وامريكا الجنوبية، اللي هي دوري ابطال افريقيا يوم الخميس الجمعة المقبل ان شاء الله. الاهلي والزمالك امبارح في كاس مصر الفرقتين لعبوا شبه يعني بالبدائل، يعني الاهلي امبارح بدا المباراه يمكن اتنين بس من الاساسيين، الشناوي لان هو الموسيماني عايز يبقى عنده حساسيه المباريات، حارس مرمى لازم يبقى باستمرار واقف وباستمرار واخد حساسيه المباراه، واعتقد كان كمان ياسر ابراهيم كسر دباك، الباقي كله من البدائل، يعني الباقي كل الفرقه كانت من بما فيهم احمد الشيخ وصاحب بدائل، يعني مش الفريق الاساسي، نزل امبارح لعب حسين الشحات ولعب قفشه ولعب مروان، يعني نزلوا علشان خاطر يعني الراجل يتفرج او يدهم يعني الاحساس بالملعب والكلام ده، لكن هو كان حريص وجاب الجولين، حتى لما جه في الجول قفل فرقته وخلاص، وكان الله بالسر عليم وخلصنا من المباراه دي. نفس الحال بالنسبه للزمالك، ولون الزمالك كان عنده 3 4 او 5 اساسيين، يعني لعب امبارح في الاساسيين عبد الله جمعه كان اساسي،
ولعب مع محمود علاء مصطفى محمد، لعبة اوباما، دي اللعيبه اساسيه لعبت امبارح من بدايه المباراه. بعد كده نزل طارق حامد شويه، معرفش يعني بدا هو عشان يطمن على باقي اللعيبه، لكن في الاخر وزيزو معرفش ايه، لكن في الاخر وعايز يريح اللعيبه هنا، ده عايز يريح لعيبته وده عايز يريح لعيبته. الزمالك امبارح لما كسب المباراه كسبها بعد عناء، وده برضو يديك انطباع بعيد عن انه الزمالك مش عاجب الناس او الاهلي مش عاجب الناس، وان الجمهور قلقان، ده طبيعي. انت بتلعب ماتش، اولا احنا اصلا واحنا كنا حاسين ان في ماتشات في كاس مصر، يعني اتحدى اي حد في حضراتكم واحنا بنتكلم كده وبنتفرج يقول لي اذا كان هو كان حاسس ان بكره، يعني كان يوم الجمعه او الخميس، هيقول ان السبت كان في مباراه في كاس مصر، او كان عارف ان الاهلي عنده مباراه يوم السبت في كاس مصر، او كان فاكر ان الاهلي عنده. لا طبعا، هو دوري ابطال افريقيا والفاينل هو اللي مسيطر على الكل، وكان قبل الماتشين بتوع توجو مع المنتخب مصر، لكن المباراه لازم تتلعب، فمش في دماغ اللعيبه، فطبيعي يبقى مستواك كده. اولا اما ان انت مركز اكتر في الفاينل مش مركز في دي، او ان انت خايف على نفسك وخايف على رجليك، فبتلعب يعني يا دوب كده بالشوكه والسكينه، وعايز تاخد المباراه وتمشي وتخلص. لكن في الزمالك النقطه الايجابيه، بتكلم على الزمالك تحديدا ليه؟ لان الزمالك جه في جول في الدقيقه 85 يمكن، يعني قبل النهايه ب 7 8 دقائق، وقدر ان هو يتعادل في اخر دقيقه في المباراه اسامه فيصل، وجاب جول حلو الحقيقه، سيطره كويسه على الكوره وحطها كده ثبت فيها حارس المرمى. وبعدين في الشوط الثاني جاب الرابع جاب البنالتي، بعيد بقى نكونه بره جوه على الخط مش على الخط، مش دي القضيه يعني، صح مش صح برده مش دي القضيه، لكن في الاخر يعني دي بيديك برده احساس ان اللعيبه في الزمالك كانت على قدر المسؤوليه، لما اتزنقوا شخصيتهم ظهرت، وده اللي قاله باشيكو بعد المباراه، ان هو مبسوط ان شخصيه اللعيبه ظهرت على هذه المباراه. لكن انا هقول لكم على حاجه، لا وانا حتى دايما اقول للناس كده من امبارح، يعني الناس كانت اهلاويه متضايقين يقول لك والبنالتي مش صحيح، ومحمود عاشور جامد الزمالك، ده الكره من بره، والاهلاويه يقولوا على ما اعرفش ايه ده، ايه كان في بنالتي ايه، ولا كان في لمسه يد ايه، ولا الكلام اللي احنا عارفينه دايما بنقوله ده. يعني انا بس بوجه رسائل شكر حتى للحكام وللفار، ان ظلم الاهلي والزمالك، لان تخيلوا انه ابو قير كسب او نادي اف سي مصر كسب، يعني هل هيبقى الفاينل سيمي فاينل كاس مصر هتستمتعوا يعني انه اف سي مصر بيلعب طلع الجيش، ولا الاتحاد السكندري بيقابل ابو قير؟ ما هو اجمل يبقى اهلي وزمالك، وممكن اهلي وزمالك واتحاد وطلع الجيش، واهلي وزمالك كسبوا وصلوا فاينل، تخيلوا بقى بتلعب فاينل كاس مصر بعد فاينل افريقيا تاني اهلي وزمالك، يعني قد ايه متعه لكل عشاق كره القدم ان يبقى عندك ماتشات ودربيات، تماما زي ما برشلونه وريال مدريد بيبقى عندهم ماتشات ودربيات متقاربه، سواء في دوري ابطال اوروبا او في الدوري الاسباني او في كاس اسبانيا او في كاس السوبر الاسباني، على طول الدربيات دي بتبقى عندهم في اسبانيا، وبنستمتع بها كلنا يعني. فانا نفسي كده يعني يبقى عندنا الروح، فكره الاستمتاع بمباراه القمه، وبعد كده بالاستمتاع بقى ان فرقتك تكسب، بس اجواء الاهلي والزمالك مختلفه، غير زي ما بيقولوا الخلايجه، اخواتنا الخلايجه، الامور غير، هتلاقي نفسك من الصبح عايش جو تاني وشامم ريحه تاني، الهواء نفسه مختلف، انت عايش اجواء الاهلي والزمالك. فانا اتمنى انه الفرقتين يكونوا في قمه الجاهزيه، وفي التشكيل يبقى متكامل، علشان خاطر نقدر نستمتع ونشوف مباراه الحقيقه حلوه في زمن الكورونا، خصوصا انها مباراه استثنائيه، مباراه القرن. اولا اهلي وزمالك، ثانيا اول مره يتقابلوا في فاينل، ثالثا اول مره في فاينل فرقتين من دوله واحده في تاريخ البطوله، رابعا ان الفاينل من مباراه واحده اول مره في تاريخ البطوله، فانت بتتكلم على استثناءات 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 استثناءات، فاللي هيكسب هذه المباراه هيستطيع ان هو يعني يسطر اسمه ب يعني حبال من النور، لانه المباراه دي صعب تكرارها في الزمن القريب، يعني صعب انك تلاقي اهلي وزمالك، طبعا مش مستحيل ان شاء الله تتكرر يعني، لكن صعب انك تلاقي اهلي وزمالك تاني خلال 5 سنين 7 سنين 10 سنين بيلعبوا تاني فاينل دوري ابطال افريقيا. هقول لكم بسرعه بقى شويه اخبار كده، بس انا كنت بتكلم على الاول الاتحاد الافريقي، سامسون ادانو ده اللي هو ماسك لجنه المسابقات عمل تصريحات صحفيه، واتكلم انه موضوع الجمهور هيبان يوم الاربعاء القرار النهائي، هل هيبقى في جمهور في استاد القاهره الساعه 9 في المباراه اللي هتقام في الفاينل بين الاهلي والزمالك ولا لا، دي نمره واحد. كمان اتكلم على موضوع ال 40 لعيب، يعني هل قائمه الانديه في افريقيا المقيده هيبقى فعلا 40 لعيب؟ قال فعلا احنا عندنا استثناء هذا الموسم علشان خاطر الكورونا، واحنا تعرضنا لمواقف كان في بال 15 وال 16 وال 17 لعيب مصابين بهذا الفيروس،
واضطرينا نأجل بعض المباريات، كان منها الزمالك والرجاء زي ما احنا شفنا كده اكتر من مرة، وكانش عاجب الناس الطريقة دي. فالراجل قال ان القائمة الاولى هيبقى 30 لعيب، دول هتقدم الاول، ثم القائمة التانية من حقك تضيف 10 يبقوا توصل للأربعين اللي في يناير، وان انت من حقك استبدال 3 كمان بس بشرط يكونوا ما لعبوش. يعني في القائمة الاولى تستبدل 3 بجانب 10 بس، المهم يكونوا لم يشاركوا في اي مباراة من مباريات الادوار التمهيدية حتى يصل الادوار الى شهر يناير المقبل. كمان اتكلم على الكاس السوبر الافريقي، قال انه فعلا هم بيتجهوا الافضل، هم شايفين ده الطرح الافضل دلوقتي، ان المباراة السوبر الافريقي ترجع زي زمان، تقام على ملعب النادي اللي كسبان دوري ابطال افريقيا، وما ان الاهلي والزمالك الاثنين في الفاينل والاثنين ناديين عظيمين من مصر، فهيبقى كاس السوبر الافريقي هيقام في مصر ان شاء الله. الكسبان هيقابل طبعا نادي نهضة بركان بطل المغرب اللي كسب كاس الكونفدرالية الافريقية على حساب بيراميدز مؤخرا، والمباراة هتقام يمكن شهر ديسمبر يعني 10 ديسمبر. في كلام ان الدوري المصري هينطلق 9 ديسمبر، بكره على فكره القرعه بتاعت الدوري المصري. وبمناسبه القرعه مازن مرزوق تقرر، عارفين مازن مرزوق كان رئيس لجنه المسابقات فتره زمان، كان دايما يتبادل مع الحاج عامر حسين هذا المكان، بعد ما مشي حساب الزناتي وراح تولى منصب في نادي الجونه، مدير نادي الجونه، مدير الرياضي لنادي الجونه، فجي مازن مرزوق عين رئيسا للجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، وبكرة هيبقى في القرعة اللي هتتعمل اللي خاصة بالموسم الجديد للدوري الممتاز المصري، حضر مندوبي جميع الأندية المشاركة في البطولة، من يعني علشان خاطر هتتحدد بقى مين هيلعب مين في هذه المسابقة، والمتوقع انها تنطلق يوم 9 ديسمبر المقبل، ده اخر كلام يعني. وفي انتخابات برضو في الفترة دي برضو ده الكلام، وانتخابات الاتحاد الكرة المصري، وان هو يوم 29 هتكون في التصويت والجمعية العمومية غير العادية للتصويت على اللائحة الجديدة، وهل هيصوتوا ولا لا، وبدأت عمل لوبيات لرفض التصويت، خدوا بالكم عشان فيها 8 سنين وفيها قصص كتيرة جدا وتعارض المصالح ومعرفش، مش عايز اقول اسماء يعني. فبدأت ناس تحشد للموافقة على هذه البنود، وناس تانية تحشد لرفض هذه البنود، يعني اللي بقاله 8 سنين وعايز يكمل بيحشد ان الاندية ترفض هذه البنود، اللي مش فارق معاه مش فارق معاه، واللي بقاله دورة واحدة مش في دماغه 8 سنين لانه على اعتبار انه لسه عنده دورة عشان خاطر ينزل هذه الانتخابات. عندنا وجوه قديمة بتفكر انها تنزل زي الكابتن عصام فتاح، كابتن خالد لطيف، كابتن مجدي عبد الغني، كابتن الدكتور كرم كردي، كل دي ناس كانت موجودة في المجلس اللي فات وتفكر انها تاخد تاني الانتخابات في حالة جواز اللائحة اللوائح بالنسبة لهم لذلك. وفي وجوه جديدة برضه بتفكر وبتجهز، وفي كلام بدا ينتشر في حاله المهندس هاني بوريدا مش هينزل، ينزل الكابتن جمال علام كان رئيس اتحاد الكوره في وقت سابق ينزل رئاسه، وفي كلام تاني امبارح بدا يظهر ان هاني بوريدا هينزل لكن مش هينزل بالقائمه من وجوه قديمه، يختار وجوه جديده. كل القصص دي هتتبلور من جديد وهتبان خلال الايام المقبله. الاهلي لما دخلنا في قصه جيرالدو وان جيرالدو رافض ان هو يمشي من النادي الاهلي من غير ياخد المليون دولار، الاهلي قال له طب مليون دولار يعني وكيله قال كده الاهلي عايز انت مشوه مشوه، هو بقاله سنتين نص مليون في السنه، في سنتين مليون دولار، ادوا له المليون دولار واحنا نمشي ما عندناش مشكله. معنا جيرالدو ده بيقولوا عليه غني جدا ورجل اعماله ما اعرفش يعني، لكن مش دي القصه، راجل بيعمل شغل ايه بقى اللي هو يعني ايه. فالاهلي برضه هيشتغل معاه في الازرق يعني، قال لك احنا هنسيبه ممكن نشيله من القائمه الافريقيه، احنا كمان نطفشه. بدأ الاهلي يخش في فكره بعد بدر بانون ما جه يبقى بادجي اللي هيمشي مش جيرالدو، يعني المهم واحد منهم هيمشي عشان يبقى موجود يتقيد مكانه بدر بانون. الاهلي عنده 5 اجانب يعني، تعرفين في علي معلول، في اليو ديانج، في اجايه، في بادجي، في جيرالدو، قادر 5. فعشان بدر بانون المغربي الراجل ضمه للمعسكر، عمل حاجه غريبه جدا موسيماني، ضم 4 لعيبه مش مقيدين افريقيا اصلا للمعسكر عشان يكتمل بهم القائمه في التمرين، لو جت اي مشاكل كورونا بتاع يبقى عنده برضه ناس تقسيمه تعمل تقسيمه وتعمل بتاعه، وفي نفس الوقت يحفزوا زمايلهم ويخشوا في اجواء المعسكرات والكلام ده. فضم 4 للمعسكر اللي هو صلاح محسن ونصر ماهر وبدر بنون واكرم توفيق، من الاربعه دول يخشوا مع الاهلي في المعسكر المغلق اللي عامله دلوقتي. الاهلي عشان عنده المشكله بتاعه بادجي هيمشي، وطبعا الاهلي رجع صلاح محسن لكن محتاج فيرو التاني مع مروان وصلاح، فالاهلي بلغ رسميا احمد ياسر ريان
انه يرجع مره اخرى ويترك اعارته للجونه ويعود مره اخرى. طبعا هو كان معار للجونه وخلصت الاعاره، فالاهلي بلغه رسميا انه يرجع تاني علشان خاطر يبقى موجود في قائمه الفريق في الموسم المقبل. كده 5 لعيبه من المعارين راجعين للاهلي، 5. انت بتتكلم في ناصر ماهر، بتتكلم في صلاح محسن، بتتكلم في دلوقتي هو احمد ياسر ريان، بتتكلم في محمد شريف، وبتتكلم في اكرم توفيق. قادر 5 للاهلي قرر، و5 عدد كبير، وده ياكد لك انه فكره الاعارات وانك تدي فرص للعيبتك والشباب بتاعك ويتالق. يعني في مين تالق زي محمد شريف؟ يعني تاني هداف الدوري مكسر الدنيا، ده الاهلي مفترض وهو بيرجعه يبعت جواب شكر للانبي والكابتن حلمي طولان الحقيقه. يعني متالق جدا. صلاح محسن في سموحه وفوقه وقف على رجليه مره تانية الحقيقه. يعني اكرم توفيق في الجونه بقى يعني لعيب نص مدافع اساسي منتخب مصر الاولمبي، يعني افضل لعيب في مع رمضان صبح في كاس امم افريقيا اللي كسبناها هنا. يعني انت بتتكلم في ناصر ماهر، واحد من امهر اللعيبه ظهر في صباحه مستوى عالي جدا، وان كان اذا كان في مكان كان ممكن يرجعه عمار حمدي. يعني الاهلي لسه عنده 2-3 كمان ينفع يرجعوا تاني ويخوضوا المباراه مع الفريق الاول. فبلغوا رسمي احمد ياسر ريان انه راجع تاني مع النادي الاهلي. عارفين احمد ياسر ريان جاله فيروس كورونا، بلغوه يعني ان هو بعد شفائه ان شاء الله والبس هتبقى سلبيه يسلم نفسه للفريق في النادي الاهلي. الاهلي بقى عنده موجود في معسكر مغلق في التجمع الخامس، وعارفين الاهلي بيتمرنش، عايز يتمرن على السلام النادي بتاعه، يعني هو استاد الاهلي، يعني مش هيصرف المصاريف دي كلها. وبعدين لما يبقى عنده معسكر او عنده بطوله مهمه او عنده يعني الاعلام كله قاعد مسلط الاضواء وكل الناس هتكتب وتقول الاهلي اجرى تدريب امبارح، يقولوا الدفاع الجوي، ايوه هيقولوا مثلا بترو سبورت او اللي هو قريبين من التجمع. فالاهلي راح عمل الكلام ده عنده فين؟ في استاد السلام. فبيضرب 25 كيلو راح و25 كيلو جاي عشان يتمرن على الاستاد بتاعه، وامن له اذا كان في جواسيس، اذا كان في حواديت، اذا كان في قصص، هم شايفين ان افضل لهم في الاخر يعني حيث الهدوء اكتر، بيبقوا مطمنين اكتر، النجيل عندهم افضل، هم بيتمخدين عليه. فالاهلي بيتمرن على طول دلوقتي في استاد السلام، بس هو بيقطع 25 كيلو رايح 25 كيلو جاي، بتكلم في 50 كيلو متر رايح جاي. طبعا انا زي ما قلت لكم انه كهربا تقريبا خرج من حسابات موسيماني بعد ما المسحه بتاعته طلعت تاني ايجابيه عشان يستمر عزله مره اخرى. وفي قصه ورا كهربا وصلاح صالح جمعه، يعني الاثنين غابوا عن تمرين والاثنين رجعوا عندهم كورونا، في حاجه بقى حاصله محدش فاضي يدور عليها اساسا، يعني عشان خاطر دلوقتي الناس كلها مشغوله بالمباراه. عايز اقول لكم على حاجه بس، ان الزمالك معسكر في فندق استعدادا للنادي الاهلي. طبعا الزمالك لما اتنقلت المباراه من برج العرب لاستاد القاهره في حاجز فندق يعني قريب اتمرنوا فيه وبعسكروا فيه. احمد ايمن منصور كان حاجز للفرح بتاعه يوم الجمعه، يوم الماتش، يعني تخيل ليله الماتش يوم الخميس، احمد ايمن منصور الزفاف بتاعه اللي هو لاعب نادي بيراميدز مدافع بيراميدز ونجل، طبعا النجم ايمن منصور او ايمن السوبر زي ما بيقولوا نجم الزمالك السابق يعني او الاسبق، فهو كان حاجز الفرح معاده كده. وبعدين الزمالك حجز الاوتيل، فهتبص تلاقوا كل نجوم الزمالك القدامى موجودين في الفندق. وانا بقول كده يعني عشان خاطر برضو الجهاز الاداري وكابتن اسماعيل يوسف وامير مرتضى وكل الناس علشان يقفلوا على الفرقه تماما في اليوم ده. هيبقى حفل زفاف احمد ايمن منصور في نفس ليله مباراه القمه يوم الخميس الجاي، وبالتالي هيبقى الفندق مترشق زملكاويه، يعني بحكم ان اي كابتن ايمن منصور طبعا من النجوم القدامى لنادي الزمالك. في الزمالك محمد عبد السلام المدافع بتاع نادي الزمالك متضايق والحقيقه وبلغ، ومن حقه لا وبلغ ده الكابتن اسماعيل يوسف والقطاع بتاع الكوره وامير مرتضى وكل الناس، اللي هو انا باخد 1,000,000 جنيه في السنه، هو مدافع منتخب اولمبي، مدافع اساسي على فكره في المنتخب الاولمبي، ولعب الماتش اللي في ماتشات اللي فات اساسي اللي ماتشين بتوع كوريا الجنوبيه والبرازيل كان اساسي محمد عبد السلام، وباخد 1,000,000 جنيه في الوقت اللي الناشئين الصاعدين اللي هم الواعدين واللي ظهروا مستوى كويس ماضيين عقود اكبر منه. فالراجل بيقول لك يعني ترفعوا عقدي يمشي ان شاء الله اعاره يعني، بس في الاخر انا لعبت السنه اللي فاتت واللي قبلها بالمبلغ ده، فارجو انه ايه تزودوا عقد. فده عامله الحقيقه مشكله داخل نادي الزمالك. امام عاشور للمره الرابعه او الخامسه، وخدوا بالكم انه هذه النوايا من اللعيبه ان لم تستجب للنصايح ممكن تبقى نهايتها، لان امام عاشور يعني هو سريع الانفعال، مش لازم الانفعال بس انك تمسك لعيب تضربه او ان انت تزعق قدام الكاميرا او انك تشتم،
حتى لو حبيت حتى في الملعب انك تندفع انك تبقى متهور ده غلط، لانه دليل ان القانون بتاع الكرة حط ده ان انت داخل على لعيب بتهور فتطرد. ده انا ما اصبتوش، يقول لك اه بس انت كنت داخل بتهور، يعني كنت في موقف وموقع يصيب اصابه بالغه. ده اللي عمله الماتش اللي فات في اف سي مصر، دخل على الفيروت بتاع اف سي مصر برجله، يعني كان حيطير رجليه لولا القدر، يعني كان رحيم باللاعب بتاع اف سي مصر، فاضطرد امام عاشور واداره الزمالك قررت عليه غرامه. لكن سيبك من الغرامه، الغرامه سهله انها تتعوض، يعني بطوله زي دي لو الزمالك كسبها هيعوض 100 غرامه، او الاهلي كسبها بيعوض 100 غرامه. القصه مش في كده، القصه انه يتعلم اللعيب ان هو لازم يبقى ذكي في الملعب. افرض انت النهارده اتطردت في توقيت صعب في مباراه قمه مثلا، يعني افرض انت الموقف ده عملته في ماتش الاهلي والزمالك مثلا، او افرض انت عملت ده وانت لعيب اساسي وتاني ماتش وتالت ماتش عندك ماتشات مهمه في اي مسابقه وانت لعيب اساسي وبتتوقف ماتشين او ثلاثة بسبب هذا الموقف. فيعني قرصة ودن تالتة او رابعة او خمسة لامام عاشور، ان لم يستجب هيبقى عنده مشكلة كبيرة جدا، لانه مشاكله كتير الحقيقة امام عاشور خلال الفترة اللي فاتت. الحقيقة نادي الوداد المغربي، الجرائد هناك بتكتب والمواقع بتقول ان كاسونجو كازادي ده المهاجم الكونغولي بتاع الوداد المغربي جاي له عرض جدي جدا من النادي المصري. موقع هناك في المغرب سبورت لو 360 بيقول ان المهاجم بتاع الوداد بيشترط قبل توقيع العقد بتاع انتقاله للنادي المصري ان هو ياخد فلوسه ومستحقاته كاملا قبل ما يجدد، قبل ما يوقع على العقد بتاعه. اخر بختم بقى بخبر لطيف جدا، طبعا ميسي عايش ايام يعني صعبه جدا بعد خساره امبارح برشلونه من اتلتيكو مدريد 1-0. برشلونه دلوقتي يمكن ال11 او ال12 على الدوري الاسباني ولا العاشر، يعني بتتكلم حاجه غريبه جدا، يعني برشلونه عاشر الدوري الاسباني او ال11 والله ما فاكر. مانشستر سيتي نفس الكلام في الدوري الانجليزي. الكورونا عامله انقلاب يعني غريب جدا. فميسي بس يظل ميسي ويظل نيمار. احدى شركة التليفونات المحمول قررت تعمل لهم هواتف هدية من الذهب الخالص عيار 24. بصوا بقى ابرز الشخصيات الرياضية اللي هتعمل لها هذا الموبايل، ذهب صافي مصفي 24، يعني هنا تروح سوق الذهب يتسيح يبقى ثروة بكل الحواديت اللي جواه. انت بتتكلم على ليونيل ميسي وجيرارد النجم الانجليزي السابق، كيليان امبابي طبعا النجم الفرنساوي، كيفن دي بروين النجم مانشستر سيتي والنجم البلجيكي، والبرازيلي نيمار، والايرلندي كونور ماجريجور. وصحيفه السان الانجليزيه قالت ان الشركه صنعت هواتف فاخره من عيار 24 ثمن الهاتف لا يقل عن 5000 جنيه استرليني. كده وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، إن شاء الله إذا كان لنا عمر يوم الثلاثاء المقبل حلقة جديدة مع شبانة على تلفزيون اليوم 7، إلى اللقاء.